تشارك مملكة البحرين في فعاليات معرض سوق السفر العالمي الذي يقام في أكسل لندن من خلال جناح خاص بالمملكة. وقال سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض خلال حضوره فعاليات المعرض، قال إن مملكة البحرين تفخر بتقديم منتجها السياحي المنافس على مستوى العالم من خلال ما تحويه المملكة من مقومات وتاريخ ومنشآت وبرامج وبنية تحتية، لافتا إلى أن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي يشهد ارتفاعا ملحوظا، مما يشجع على تقديم المزيد من البرامج والأنشطة لتعزيز تنافسية القطاع. هذا ويبرز جناح مملكة البحرين أهم المقومات السياحية في المملكة والمنتجات السياحية والأنشطة الترفيهية والعائلية وخيارات الإقامة، بالإضافة إلى عرض للمشاريع السياحية الكبرى. سعيدين بتواجدنا في هذا المعرض من بعد انقطاع مدة عامين بسبب جائحة كورونا، وتواجد هذه الكم من الدول المجاورة في هذا المعرض. بالنسبة لنا المعرض يشكل فرصة لعرض ما تقدمه البحرين من منتج سياحي لمختلف دول العالم، ولعل من حسن الطالع أن يتزامن توقيت المعرض في خلال أسبوع من طرح هيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى النسخة الثانية من استراتيجية السياحة للبحرين التي تم إطلاقها في الأسبوع الماضي. بالنسبة لنا طبعا كان في النسخة الأولى اللي انتهت بعام 2019، وفي عام 21 نطلق النسخة الثانية اللي تستمر إلى عام 2026 اللي مبنية أساسا على معطيات الخطة الأولى، ولكن فيها تحديث أكثر للأرقام، فيها تحديث أكثر للأهداف، ونطمح إن شاء الله بحلول عام 2026 أن تشكل السياحة تقريبا 11.5% من قيمة الناتج المحلي، وهذا بيكون أول مرة للقطاع السياحي يتعدى رقمين من الناتج المحلي يكون دبل ديجيت، وهذه بالنسبة لنا طموح كبير. طبعا في عام 2019 اختتمنا العام بتقريبا 7% من الناتج المحلي، فهو تحدي إن شاء الله نرتقي له، وبني على مقومات البحرين السياحية وما توفر البحرين من منتج ومن تاريخ ومن حضارة ومن رحابة شعب البحرين واستقبالهم للزائر. إنه لمن دواعي سروري أن أكون متواجدة هنا اليوم. مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الذي يتم تأسيسه الآن سوف يكون بمساحة 100,000 متر مربع مقسمة إلى 10 قاعات عرض و 5,000 متر مربع مخصصة لمركز مؤتمرات يسع 4,000 مقعد، وعدد من القاعات التي يمكن تقسيمها وتحويلها إلى مساحات مختلفة، وكذلك عدد من غرف الاجتماعات الخاصة والمصغرة. سيكون هو مركز المؤتمرات الأكبر في المنطقة العربية عند افتتاحه العام القادم.